السلام عليكم أصدقائي. اليوم جيت نجرب المطعم اللي تفتتح مؤخراً ديال قاعة الأفراح ألف ليلة وليلة. مؤخراً كل كي يدوي على الأكل ديالو، واليوم جيت باش نكتشف المكان ونكتشف المنيو ديالهم، وقررت باش نبارتاجي معكم تجربة ديالي. مرحبا بكم. بزاف ديال الناس في تيك توك كيسولوني على البلاصه ديال الف ليله وليله فين جات. مهم، الف ليله وليله جات قريبه لمعهد الموسيقى اللي كاين حدا سوق الحد. راه اللي سولتي تما على الف ليله وليله غادي يوريها لكم، ناس اكادير راه كيعرفوها مزيان. بون، خليكم معايا نكتشفوا المكان اونصومبل عاد باش نكتشفوا لو منيو ديالهم. مرحبا بكم. ودابا غادي نخليكم مع المنيو ديالهم باش نكتشفوا اونصومبل. بزاف ديال الناس بغاو يكتشفوا الاسماء قبل ما يمشيو للبلاصه، ونخليكم باش تشوفوا لي بري ديالهم كيفاش دايرين. مرحبا بكم. بالنسبه لينا حنايا اختارينا سلطه ماروكين كوم انتري، كيجي فيها بحال هكا دي سلطات مختلفين. كاينه التكتوكه، كاينه القرعه مصوبه بواحد الطريقه فريمون جديده، كاينه الكبده مشرمله. وابري طلبنا جوج ديال لي بلا برينسيبو. كاين هذا لو طاجين دو بوف دو فاسون امازيغ، زعما طيبينو بارغان، وهذا الصراحه كان لذيذ، فريمون لذيذ، بحال كتاكل الماكله ديال العراسات. وخدينا بسطيله ديال الحوت، بسطيله لو سول سوسي اللي كان فيها كانت شويه الورقه مزيته بزاف. بون فوالا، كنتمنى ان شاء الله يكون الاختيار ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد.